وكابتن احمد وكابتن عبد الله، ده مهم جدا لانه مرتبط بالاحصائيه وبالارقام اللي هستعرضها مع حضراتكم، واللي تبين لكم قد ايه جزء كبير الحقيقه من لعيبه الكوره في مصر مظلوم. ليه بقول الكلام ده؟ لانه عندنا احصائيه بالانديه اللي بتغير المديرين الفنيين في نفس الموسم. صح. احنا بنتكلم الحقيقه في ارقام قياسيه، يعني بدءا من 2019 موسم 19 و20 38 مدير فني اتغيروا في 16 نادي من اصل 18. احنا بنتكلم تقريبا في نسبه تقترب من 60%. اه 2021 26 مدير فني في 12 نادي، وهكذا 21 22 34 مدير فني اشتغلوا في انديه الدوري الممتاز في 17 نادي من اصل 18. عشان كده عملوا القانون اللي هو اللي يمسك فرقه في الدوري، ما هو بعد كده خلاص بقى بالظبط. بعد كده بقى بنظبطها برضه بتتظبط، ما انا بقول لك بقت بتتظبط. موسم 22 23 40 مدير فني، وده اكتر عدد مديرين فنيين اشتغلوا في بطوله واحده او في نسخه واحده في الدوري الممتاز. 40 مدير فني اشتغلوا على 18 نادي او 16 نادي في الموسم الاخير. والموسم الحالي بنتكلم لغايه النهارده 23 مدير فني تولوا المسؤوليه ل 10 انديه. تاثير ده ايه الحقيقه على ال... انا فاكر في حلقه من الحلقات هنا برضو معاك في قناه الاهلي اتكلمت وقلت لك ان مفيش حد بعيد عن اداره النادي الاهلي، وما فيش رئيس نادي عنده تخطيط او حتى مجلس اداره عنده تخطيط على المدى البعيد ان هو يستحمل مدير فني بنتائجه. مع اول هزه ومع اول الم زي ما بيقولوا كده يبدا يقول لك ايه، يلا ندور على مدير فني تاني، وهو المدير الفني لسه شغال. فالنتائج هنا في مصر بتحكمنا بسرعه. ايوه يعني انا مثلا بس افهم ده كابتن عبد الله وكابتن احمد، لما يبقى النادي جماهيري ففي ضغط جماهير من الجماهير، فمحتاج حد يحاسب على الفاتوره او الشماعه اللي انا شايله بيها الليله، فاقيل الجهاز الفني واجيب جهاز فني. هو المشكله ان انت بتتكلم على هنا في مصر معظم الانديه النهارده ما عندهاش ضغط لا جماهيري ولا اعلامي. كله زي بعض دلوقتي، كله بيتعلم بعض في المنظومه. المدير الفني لان اللعيبه مش هتغيروا وسط الموسم، مفيش لعيبه هتغير وسط الموسم، فهتعمل ايه؟ اللعيبه عندك خلاص، انت دبست في اللعيبه اللي عندك دي، عندك مشكله، فحاول اجيب مدرب يطلع من اللعيبه اللي اي المدرب اللي قبل كده مش ما طلعش، ممكن يكون التعامل النفسي. لكن في الاول والاخر هي مشكله لعيبه. يعني انا من وجهه نظري المدير الفني احسن مدير فني في العالم مع مجموعه من اللعيبه قليله مش هيعمل بيهم حاجه، واقل مدير فني. انا هقول لك حاجه، طبعا انا اسف على التشبيه لانه يعني عشان الناس ما تاخدش بس كلامي. تمام. يعني تشابي الونسو السنه دي مثلا العالم كله اجمع لانه تجربته مع باير ليفركوزن او تياجو موتا مع اتلانتا في ايطاليا. الناس دي جت بمجموعه لعيبه اساسا حال الفريق يرثى له، يعني زي ما بيقولوا ما مش متطلع للمنافسه على اي شيء. جه تشابي الونسو وهو مدرب يعتبر في بدايه مشواره وفي بدايه حياته التدريبيه، قدر معاهم اشتغل على دوافع معينه، اشتغل على حاجات معينه نجح بيها. التوفيق برضو في عامل مهم جدا، مش عايزين ننسى. ممكن الموسم ده يكسر الدنيا، تخش ممكن السنه كده ممكن هل بقى هتكمل؟ هل تكمل؟ هو ده اللي بيبان. وخد كاس اسبانيا كمان. كاس المانيا. فهو المهم يكمل. فهو لو كمل يبقى ده مشروع مدير فني كبير جدا.